تحتاج فرشاة الأسنان إلى التنظيف مرة كل أسبوع، مع الحرص على تبديلها شهريا. ولتقييم فرشاة الأسنان اتبع الطريقة الآتية: أنت بحاجة إلى وعاء من الماء الدافئ، حبة من الليمون الحامض. افركي الفرشاة جيدا بالماء الدافئ، قطعي حبة الليمون الحامض إلى نصفين، اضعك شعيرات الفرشاة بنصف حبة الليمون الحامض، ثم انقعي الفرشاة بكوب من الماء البارد إلى حين استعمالها.